والله بص يا عبير، مهما اتكلمنا اكيد كل حدث وكل فيلم وكل عمل درامي هتلاقي وراه يعني ملايين ملايين من الكواليس والحاجات اللي ممكن تضحك واللي اكيد برضه احنا مش عارفينها. فبرضه ان شاء الله المره اللي جايه كده جمعنا شويه كواليس تانيه. انا مستعده يا جماعه، بس انا معجبه بالكراسي دي وعايزه اخدها معايا. عايزه اطلع انا في كرسي عادي، انا ممكن اجيب لكم يعني 10 كيلو كواليس، بس ادوني الكرسي. ادوني الكرسي. حاضر يا جماعه. طبعا الصحفيه طبعا عبير عبد الوهاب نورتنا جدا، وشكرا جدا لوجودك معانا النهارده. ميرسي ليكوا جدا، شكرا جدا، نورتينا.